السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروة غني. في الآونة الأخيرة أكتر ثلاث مصطلحات في عالم الصحة والتجميل بنشوف إعلاناتهم على السوشيال ميديا وفي كل مكان هم الفيلر، البوتكس، الخيوط التجميلية. عايزين نعرف الفرق بينهم، فايدتهم، عيوبهم، وإمتى بنستخدمهم. هنستضيف الدكتورة عبير عصام شرف، أخصائية الجلدية والتجميل وحاصلة على أمريكان بورد في الجلدية والتجميل والليزر. أهلا يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذة مروة. نورتينا. أهلا بحضرتك. عايزين نعرف بقى الموضوع بتاع البوتوكس والفيلر والخيوط التجميلية. الفترة الأخيرة كل الإعلانات اللي احنا بنشوفها عبارة عن شفايف فيلر حوالين العين، فيلر خيوط شد الوجه، شد البلوغ، الأنف، صحيح. وهكذا. هو احنا كل ما بنطلع في السنين كل ما علم التجميل بيتطور كل ما الناس بيبقى عندهم ثقافه اكتر. وانا يمكن من اكتر الناس اللي بتشجع ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها ثقافه تجميليه. تيجي ناس تقول الدكتوره انا عايزه احط فيلر هنا ما يتحطش فيلر يا جماعه، هنا يتحط بوتوكس. دكتوره حطي لي هنا بوتوكس يا جماعه، هنا ما يتحطش بوتوكس، هنا بيتحط فيلر. فانا بحب دايما ان الناس يبقى عندها ثقافه تجميليه، يبقى عارفين الفرق، خصوصا احنا داخلين على قرن جديد، سنه جديده 2020. يعني لازم الناس كلها يبقى عندها ثقافه، عارفين الفرق ما بين الفيلر والبوتوكس والخيوط واستخداماتهم ايه، وامتى ما نستخدمهمش وامتى نبدا نستخدمهم. انا بالنسبه لي ان الفيلر يا جماعه هو عباره عن هيالورونيك اسيد، ماده اسمها ماده مالئه. هيالورونيك اسيد ماده مالئه بنحطها في الاماكن اللي بيكون فيها فقدان في الانسجه عشان نعوضك عن فقدان الانسجه. الفيلر مش معنى ان احنا نبقى زي بوز البطه او ان احنا نعمل الحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها، لا، احنا عايزينك تبقوا بي ناتشرال، ان انت تبقي طبيعيه، تحطي فيلر وتحطي بوتوكس عشان تبقي طبيعيه. خلينا نتكلم على الفيلر الاول. الفيلر ده عباره عن ماده مالئه هيلورونيك اسيد بنحطه في الاماكن في الوجه عشان تملى معانا الوجه الاماكن اللي انت حصل فيها فقدان في الانسجه. فيلر الشفايف ده بعض الناس تيجي بتبقى شفايفها صغيره قوي، ما بتعرفش تحط الروج، ما بتعرفش ترسم الروج. الروج بنضطر ان احنا نحط لها فيلر عشان خاطر نرسم لها شفايفها. بعض الناس بيبقى عندها شفايف ناحيه بتبقى نازله وناحيه بتبقى عاليه، فمحتاج ان احنا نحط فيلر عشان نظبط الدنيا، نحط لها كونتور عشان نقلب لها الشفايف لبره ونرسمها لها كويس. ناس بتبقى ما عندهاش خدود، خدودها دي بتبقى مسطحه، محتاج ان احنا نحط فيلر في الخدود عشان نعبلها المنطقه بتاعه الخدود ونملاها لها، بحيث لما تحط الميك اب بتاعها البلاشر او روجاجو ده يبقى الرسمه معاها تبقى كويسة. ناس كتير بتعاني من حفره تحت العين، بيبقى فيه تجويف كبير. لازم هنعوض الحفره دي ازاي؟ لازم نعوضها بهيلورونيك اسيد ماده مالئه اللي هو الفيلر تحت العين عشان نعبي معاها الحفره تحت العين كويس. تمام. طب اللي بيحدد الفرق بين الانواع يعني الطبيب ام المريض نفسه؟ طبعا المريض دلوقتي معظم المرضى بقى عندهم ثقافه، بتيجي تقول لك انا شفت جارتي، شفت صاحبتي حتى نوع معين من الفيلر، ببتدي انا اشوف النوع المعين اللي هي جايباه، هل ده هو كويس، هل هو يصلح ان هي تحطه ولا لا، هل التركيز اللي هي جايباه، لان كل منطقه خلي بالك بيبقى لها التركيز المناسب ليها. يعني منطقه تحت العين تاخد تركيز سمول خفيف جدا لانها منطقه حساسه. الشفايف لو هي اول مره تحط بنحط لها لارج، حاجه تقيله عشان تعبي وتضم معاها، خصوصا ان منطقه الشفايف بتنسم بسرعه من الفيلر عشان خاطر هي بنتكلم بيها، بتشرب ميه كتير، بتشرب حاجات سخنه، الحاجات السخنه طبعا بتخلي فيلر الشفايف ينسم شويه. بتاخد الشفايف ميديم او لارج، خط الابتسامه ياخد لارج، عندك الخدود مثلا الوجنتين او منطقه الصدر تاخد تركيز اكس لارج، عندك رسم التكساس او تحديد التكساس او تطويل الدقن زي نيفرتيتي ده بياخد معاكي تركيز دبل اكس، يعني اكس اكس لارج. فكل منطقه في الوجه او في الجسم بيبقى ليها تركيز معين من الفيلر بنحطه. طيب بالنسبة للبشرة وتنظيف البشرة وازاي اعرف نوع بشرتي؟ كل بنت بتبقى عايز تعرف نوع بشرتها، ازاي تتعرف على نوع بشرتها وازاي تقدر تدخل في طريقه العنايه الصحيحه لحالتها بالظبط. تمام. بالنسبه للموضوع البشره، انت لازم احنا نبقى احنا دكتور نفسنا، يعني احنا كل واحد فينا يبقى دكتور نفسه، كل واحد يروح يقف قدام المرايه دلوقتي، يمسك المرايه يبص في بشرته. لو انت بشرتك من النوع اللي ما فيهاش دهون خالص، حتى منطقه التي زون عندك اللي هي الانف مع الجبهه ما فيهاش دهون، ومنطقه وجهك على طول تحس ان هو بيقشر بياكلك، بيبقى فيه هرش او حكه احيانا كده، تعرفي ان انت بشرتك جافه ولازم تستخدمي
تستخدمي غسولات بتكون حليبيه عشان ترطبها، وكمان كريمات يكون نسبه الترطيب فيها عاليه، خصوصا ان احنا عايشين في اماكن يعني نتكلم في جده مثلا الجو فيها معظم الوقت بيبقى جاف شويه، فالبشرات بتتحسس وبتجف. لو انت بشرتك تحت اللي شايفاها من المرايه ان هي محمره او فيها حكه جامده، تعرفي ان هي كده جافه متحسسه، لازم تكثفي الترطيب بزياده، ولازم تبعدي عن الحاجات اللي بتخليكي بشرتك تجف. يعني ما تدخليش على البوتاجاز كتير، لو هتتعرضي للحراره بتاعت مثلا المطبخ او حراره الشمس، لازم يبقى معاكي واقي شمس من اول ما تصحي من النوم. الناس اللي هي بشرتها مثلا فيها دهون في منطقه الانف مع الجبهه وباقي وشها مثلا بيبقى جاف، دي نقدر مثلا نتعامل معاها بشره مختلطه. فان انت لازم تبقي عارفه يبقى معاكي غسول للبشره الجافه وغسول للبشره الدهنيه، بحيث لما بشرتك حسيتيها جافه تستخدمي غسول بشره جافه، لو بشرتك حسيتها بتطلع دهون تستخدمي غسول بشره دهنيه. في بعض البنات بتعاني من حب الشباب بيطلع، فدي ودهون بقى كتيره وتلاقي وشها مليان حبوب، دي تعرفي ان دي بشرتها دهنيه سيرف، فدي طبعا بيبقى ليها علاجها مختلف. لازم تقف قدام المرايه تبتدي تروح لاقرب دكتور ليها، بحيث ان احنا نشخصها، نكتب لها الغسول المناسب، التونر المناسب، عشان استخدام التونر هيقفل معانا المسام، فلما يقفل معانا المسام هيخلي بشرتها ما تطلعش دهون خالص. وطبعا لما تجينا احنا بنحط لها حاجه اسمها تريتمنت بلان. يعني ايه تريتمنت بلان؟ حاجه اسمها خطه علاجيه. اي مريض بيدخل لنا لازم، مفيش حاجه ما بنمشيش كده عشوائي هابهازر، لا انا بكشف عليها تحت الدرموسكوب بتاعنا كويس، بنبتدي نحدد 1 2 3 هي محتاجه ايه بالظبط، وطبعا بنمشي على يعني على قد امكانيات المريضه الاحسن. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه فاني كده، يعني تجيلي مريضه الدكتوره انا رحت بعت الذهب بتاعي عشان اعمل بوتوكس. التجميل مش معناه كده يعني يا استاذه مروه، التجميل معناه ان احنا نتجمل على قد امكانياتنا، برده نشوف ان في عروض نعمل حاجات في بشرتنا ونحسن بشرتنا، بس برده يبقى على قد امكانياتنا على قد ما نقدر. طيب تمام. بالنسبه للحبوب اللي بتطلع في الوجه، دايما بعد ما الحبوب بتختفي او يعني الحبايه طلعت او بعض الحبوب طلعت بيبقى ليها اثار. صحيح. دي ازاي نتجنبها؟ لازم برضو زياره الطبيب ام في اثناء وجود الحبوب حاجه بنعملها صحيح تخلي ما فيش اي اثار؟ صحيح. هي طبعا احنا عندنا في اكتر حاجه بتضايق الواحد ان هو لما تطلع له حبايه او تضايق البنوته، مش الحبايه نفسها، الاثر اللي بتسيبه الحبايه. أيوة. طبعا انا دايما بقعد اقول لهم ان هم طبعا ساعه ما الحبايه تطلع ما نلعبش فيها كتير، بعض البنات تقعد تهرش فيها، بعض البنات بتقعد مثلا تلعب فيها وتحط ايديها على الخد التاني فتعمل لنفسها حاجه اسمها اوتو انفكشن، بتنقل العدوى من مكان لمكان. دايما انا بنصح اصحاب البشره الدهنيه دايما اكياس المخده اللي انتوا بتناموا عليها لازم اكياس المخده تتغير يوميا، لان انت بشرتك بتنزل دهون، الدهون معبيه عامله صديد في بشرتك، بتيجي تنامي على المخده يعني النهارده بتيجي تنامي عليها تاني يوم على الخد التاني، فبتنقلي العدوى من المخده لبشرتك، بتعملي حاجه اسمها سايكل او اوتو انفكشن لنفسك، العدوى بتبقى متكرره نتيجه ان انت ما شلتيش كيس المخده. فلازم كيس المخده لاصحاب البشره الدهنيه ان هم يغيروه كويس، يتعقم كويس عشان البكتيريا اللي موجوده فيه تتعقم وما ترجعش تعمل لنا اوتو انفكشن. طبعا ما تلعبش في الحبايه، ما تهرش في الحبايه، سيب لو طبعا تجي لنا العياده بنديلها مضاد حيوي او بنديلها بعض انواع الايزوتريتينون اللي هي بتنشف الحبوب، فلما بتنشف معاها الحبوب بنبتدي احنا بقى نلعب على الاثر. الاثر ده بقى بتجيلي على حسب الاثر، في اثر بيحتاج ان احنا نعمله تقشير ثلجي، في اللي هو التقشير البارد، في اثر بيحتاج ان احنا نعمله فراكشنال ليزر، في اثر بيبقى خفيف ممكن يروح بالترما بين مع البلازما مع الميزوثيرابي. يعني احنا الخطه العلاجيه بناء على فحصي للمريضه ببتدي اقرر هي محتاجه ايه بالظبط. تمام. طيب بالنسبه للميزوثيرابي، تمام، امتى نلجا ليه؟ بصي، هو الميزوثيرابي انواع كتير قوي جدا في السوق. الميزوثيرابي عشان الناس اللي مش عارفه يعني ايه هو كلمه ميزوثيرابي، هو بيبقى مخلق من نباتات، معظم انواع الميزوثيرابي تبقى حاجات مخلقه من النباتات، الفيتامين سي مع الهيلورونيك اسيد مع الميزوثيرابي وايتنينج، بتبقى حاجات مخلقه من نباتات وبيبقى فيها بعض احماض الفواكه او المواد المفتحه القويه بنلجا لها في البشره لما يكون عندك تصبغات. انواع الميزوثيرابي، في ميزوثيرابي للشعر يقوي بصيلات الشعر ويحسن منبت الشعر كده ويغذي الشعر ويملى معاك الفراغات، في ميزوثيرابي للوايتنينج تفتيح، الناس اللي عندها كلف او عندها تصبغات نقدر نحقنها ميزوثيرابي عشان نفتح معاها التصبغات، في ميزوثيرابي للشد حاجه اسمها ليفتنينج ميزوثيرابي بنحقنه في الوجه للناس اللي عندهم تجاعيد، الى جانب البوتوكس طبعا. الميزوثيرابي ما بيغنيش عن البوتوكس، البوتوكس ده بيبقى في التجاعيد الكبيره اللي هي الشديده، نحقنه في الجبهه وفي التكشيره وحوالين العين
وكمان البوتوكس بيشد معايا الرقبه. بنحقن مع البوتوكس، ممكن نحقن مع حاجه اسمها ميزو بوتوكس، نجيب شويه ميزو مع شويه بوتوكس نعملهم كوكتيل ونحقنهم مع بعض، نعمل حاجه اسمها ميزو بوتوكس، بتبقى حلوه جدا ومفيده خصوصا في التجاعيد اللي احنا بنسميها فاين رينكلز، تجاعيد صغيره قوي ما بتبقاش ما بتجيش بالبوتوكس او يعني او مش مكان بوتوكس، اللي هي بتبقى حوالين الفم خفيفه كده، تجاعيد حوالين العين دي لو حقنها ميزو بوتوكس بتبقى نتائجها بصراحه رائعه. طيب ممكن تقولي لنا ايه الاثار الجانبيه لكل ده؟ في اثار جانبيه للبوتوكس او الفيلر او خيوط؟ بصراحه اكيد كل حاجه في الدنيا بيبقى ليها اثار جانبيه. بالنسبه للفيلر يعني بعض انواع الفيلر ممكن تكتل، في بعض الانواع ممكن تكتل معاكي الفيلر بعد فتره ان هو يتكتل معاكي، لو انت حققتي اوفر دوز مثلا من الفيلر او ممكن تبقى الشكل مش حلو. ده يعني اي حاجه بيبقى ليها سايدز افكت، كل حاجه بيبقى موجوده بنتعامل معاها بيبقى ليها سايدز افكت. بس احنا مثلا انت لازم تاخدي برأي الدكتور، تيجي الناس تدخل العياده تقول لك عبيلي، الموضوع مش موضوع عبيلي، انا وانت بنقف قدام المرايه سوا بنشوف ايه اللي لايق عليكي، ايه اللي لابق لك، ايه اللي ينفع لك. يعني في بعض الناس ما بتاخدش بالها ان عندها منطقه الصدغ دي محفوره، تمام؟ لما بنحط لها في منطقه الصدغ بتلاقي وشها اختلف تماما، هما بيبقوا جايين المنطقه التمبورال بون دي بتبقى داخله لجوه، بنحتاج ان احنا نحط فيلر بتلاقي ما شاء الله وجهها دور. تيجي لك بعض البنات بيبقى وشها طويل قوي دقنها طويله، لو انا حطيت شويه فيلر بس برست سنه كده تلاقي ما شاء الله الدقن الله اكبر ظبطت واترسمت ودورت لها وشها. بعض البنات بيبقى وشهم مدور زي احنا مثلا العرب وشنا معظمنا مدور، فبحتاج ان انا اطول الدقن شويه ارسمها زي نيفرتيتي. نيفرتيتي اللي هي الملكه نيفرتيتي كان وشها عامل ازاي؟ كان وشها ما شاء الله مدور ومتحدد وكان عندها الدقن طويله، عشان كده سموا الحركه دي دقن نيفرتيتي. طيب تساقط الشعر آه مشكلة كبيرة طبعا بيعاني منها كتير كتير من البنات او معظمهم يعني كلهم. كتير من البنات بتقول انا ما عنديش لا انيميا ولا مشكلة عضوية ولا اي حاجة خالص وبرضو الشعر بيتساقط. تفسير حضرتك؟ اسباب تساقط الشعر كتيرة، مفيش ست بتدخل العيادة تقولك انا شعري ما بتساقطش، كلهم 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 بيتساقطوا. تساقط الشعر عندهم اسباب مختلفة، اولهم يعني انا من وجهة نظري ان تساقط الشعر اسبابه كتيرة، ممكن اولهم الاسترس او الضغط. لو انت بتفكري كتير بتصحي بتلاقي شعرك على المخدة واقع لوحده على المخدة، الست طبعا الحامل ممكن تكون شعرها بيقع من الحمل، الست اللي بترضع البيبي بتاعها بيتغذى منها فعشان كده تلاقي شعرها ضعيف، فلازم عشان كده بندي فيتامينز في الحمل وفي الرضاعة. بس احنا في اسباب اساسيه لازم نعرفها الاول لتساقط الشعر. اول حاجه هل انت عندك انيميا ولا لا؟ فلازم تعملي تحليل صوره دم كامله سي بي سي عشان نطمن عليكي. طب الانيميا لقيناها كويسه والهيموجلوبين كويس، شعري بيتساقط يا دكتوره، نبتدي نشوف الفيروجلوبين بتاعك، يعني نشوف الفيريتين الحديد، السيرم الحديد، الحديد مخزون الحديد عندك عامل ايه، لان انت لو عندك نقص في الحديد هيكون في تساقط في الشعر. الستات اللي بتعاني من الغده، يعني انا ليا يعني حد شخصيا كان عايش معايا في البيت، لا عندها غدة وبشعر قد كده بينزل، فلخبطة الغدة لازم تطمني على الغدة، لازم تعملي فيتامين د، لازم تعملي تحاليل كالسيوم، كمان لو الكالسيوم عندك قليل هتلاقي ضوافرك بتتقصف وهتلاقي شعرك بيتساقط. فلازم نعمل طبعا اول خطوة بنعملها ان احنا بنعمل شوية تحاليل عشان نطمن عليكي، لو لقينا تحاليلك كويسة ولسه شعرك بيتساقط نبتدي نلجأ. طب انت صحي اسبابك النفسية عاملة ايه؟ كويسة؟ البنات اللي بيذاكروا طب انت مضغوطة شوية بتفكري كتير؟ يعني انا عايزه اعترف اعتراف، انا كنت ما بذاكر في الكليه وفي الثانويه العامه وكده انا كنت بقطع في شعري ازاي؟ لا اللي هو الحركه بتاعت الحركه دي كده. جالي شباب كتير او صبيان كتير كانوا لما بيذاكروا هم قاعدين بيذاكروا بيمسكين دقنهم عمالين يقطعوا في دقنهم، يجي لي بصي المكان ده بيبقى فيه عجز صح؟ كده كده المنطقه دي كده دي كلها مفضيه من الشعر. ليه العجز ده بيحصل؟ ما هو عمال يقطع في بصيلات الشعر، فبتلاقي بقى ان خلاص المنطقه دي ماتت، المنطقه دي عماله تضعف معايا الشعر، فتلاقي دقنه من هنا تقيله ودقنه من هنا خفيفه. هكذا انا بعترف اعتراف، انا كنت واحده من الناس الاسترس كنت بقطع في شعري، بس طبعا لا بدات بقى اعرف واهتم بشعري خصوصا. طب المكان ده عامل ايه؟ طبعا تلاقي عندي المكان ده طويل شويه، المكان ده قصير شويه، بدات اقص عشان اساوي الموضوع كله مع بعضه وبدات اهتم. البلازما حلوه جدا في الشعر، البلازما دي يعني ايه البلازما؟ بنسحب منك
عليك دم، الدمك ده هو فيه الفيتامينز بتاعتك، بنحطه في جهاز اسمه جهاز السنترفيوج. جهاز السنترفيوج ده بيبتدي يفصل الدم، الدم اللي دخل الجهاز لونه احمر بيطلع من الجهاز بيبقى لونه اصفر، ده مغذي بالبلازما بتاعتك انت، طالعه من دمك انت. بنبتدي نحقنها لك في الشعر، منابت الشعر توقف التساقط، تحسن البصيلات معايا، تغذي الشعر، تخلي شعرها تطول كده وتتغذى. بنضيف عليها ميزو سيرابي، بنضيف عليها كمان خلايا جذعيه، خلايا جذعيه حلوه جدا من الحاجات اللي فعلا 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 بتوقف تساقط الشعر، ودي تعتبر احدث الحاجات اللي ظهرت في تساقط الشعر. طيب ازاي كل واحده تعرف نوع شعرها؟ ازاي كل واحده ما بين جاف وطبيعي ودهني؟ صحيح. في بعض الناس تيجي تقول لك يا دكتوره انا ما اقدرش ما استحماش يوميا، لازم استحمى يوميا، لان بتلاقي دايما شعرهم بيبقى ملزق، ودايما تلاقي فروه راسهم مدهنينه وبتطلع دهون، من كتر الدهون اللي بتطلعها احيانا بيبقى في ريحه في فروه الراس. بنحتاج ان احنا ناخد شامبوهات كده للبشره الدهنيه، ودايما على فكره اصحاب البشره الدهنيه هنا بتلاقي عندهم فروه راس برده بتبقى دهنيه. لو انت شعرك على طول ناشف وهايش كده مهما بتسرحيه وبتحطي عليه كريمات، يبقى كده انت شعرك جاف، فلازم تستخدمي الشامبو او البلسم اللي بيبقى خاص ومخصص معاكي للشعر الجاف. حضرتك فهماني؟ لو انت شعرك لا هو جاف ولا هو دهني، بس برضو في كسرة كده واحيانا بيدهني واحيانا ما بيبقى جاف، ده نقدر نسميه الشعر العادي، وبرضو لازم تستخدم الشامبو بتاعها اللي هو الخاص بيها. نرجع تاني لموضوع البوتوكس والفيلر والخيوط. احنا اتكلمنا عن الفيلر وما اتكلمتيش لسه عن البوتوكس والخيوط. تمام. البوتوكس ده مكون من بوتلينيوم توكسن، حتى اسمه بوتوكس، فجاي من حاجه اسمها بوتلينيوم توكسن، نوع من انواع البكتيريا السميه اللي بتتحقن في اماكن معينه في الجبهه والتكشيره وحوالين العين. بصي، لا سحر ولا شعوذه بقى اللي هو زي ما بيقولوا، لا فعلا العضلات فعلا بتفرق، فعلا الستات اللي بتبقى جايه بتعاني من سقوط في الحاجب او سقوط في الجفن، فعلا ما شاء الله تلاقي حواجبها شدت معاها، رسمه حواجبها اترفعت لفوق، الكسرات اللي كانت بتبان عندها في الضحكه وهي بتضحك فردت معاها. انا بسمي البوتوكس ده جلسه السعاده، فعلا فعلا انت كل ما تبصي في المرايه وانت بتضحكي تلاقي نفسك عندك تجاعيد، لما تعملي بوتوكس تلاقي ما فيش تجاعيد، انا بسميها جلسه السعاده، فعلا الست بتبقى واثقه في نفسها اكتر ان وشها ما فيهوش تجاعيد. وانا بنصح بيه الستات والرجال، عندي رجال كتير بييجوا يعملوا بوتوكس، دكاتره في الجامعه بييجوا يعملوا بوتوكس، فعلا بيفرق في شكلهم جدا وفي مظهرهم قدام طبعا تلاميذهم وقدام زمايلهم. لا البوتوكس من الحاجات اللي انا بحبها، وبحب ان انتوا تبداوها بدري، لان كل ما احنا نسيب الكسرات في وجهنا، نسيب الكسرات فتره طويله، الكسرات بتبتدي تعمل لنا حفر في الجبهه من كتر ما انت سبتي الكسرات. يعني انت لو جبتي ورقه وتنتيها هتيجي تفردي الورقه هتلاقي اثار الثانيه معلمه معاكي خلاص. فانتوا البوتوكس ملهوش سن يا جماعه، ادام ظهرت لك التجاعيد روحي عالجيها بدري، اول ما تظهر عالجيها بدري عشان خاطر ما تحفرش معاكي وتسيب لك بقى حفره، وتضطري بقى بدل ما تحطي بوتوكس بس تضطري تحطي بوتوكس وفيلر عشان تسطحي الحفره او تعبي الحفره. تمام. هندخل برضو هندخل بعدها في الخيوط التجميليه، وهنضيف كمان البلازما. في بلازما حقن، بلازما للوجه. البلازما انا دايما بطلع اقول عليها مصطلح الارض العطشانه، بتروي الارض العطشانه. ايه يا جماعه، بتجيلي ناس كثيره جدا بيبقى عندها جفاف، احنا الزرعه عشان تعيش بنديلها ايه؟ بنديلها ميه، فبهكذا البشره عشان تعيش انا من وجهه نظري نديلها بلازما. البلازما دي كانوا زمان بيستخدموها زمان في الحروب العالميه القديمه، كانت بيحطوها في الجرح، بياخدوا دم من المريض وبيفصلوه بطريقه معينه زمان، وكانوا بيحطوها في الجروح عشان تشفي وتخلي الجروح بتاعتهم تلتئم. فما ادراكي بقى بتعمل ايه في البشره؟ فعلا البلازما بترطب البشره، بتغذيها، بتوردها، بتحسنها. بس لازم يعني تيجي تقول لك انا خدت جلسه حسيت ما استفدتش قوي، لا، ما انت لو كملتي الكورس بتاعك 6 جلسات. مشكلتنا في التجميل ان مرضى التجميل تلاقوهم ان هم مش بينتظموا، فانا بنصحكم لو بداتوا في التجميل وعايزين تحسنوا بشرتكم تمشوا على الخطه العلاجيه اللي مكتوبه لكم، ولازم صبر ولازم يعني طولة بال شويه عشان توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها.
ده بالنسبه للبوتوكس وبالنسبه للبلازما رائعه، بنصح كل الناس، بنصحك كمان نعمل لك بلازما ان شاء الله. محتاجه. ربنا يديك الصحه، احنا بس محتاجين عشان نحافظ على بشرتنا بس مش اكتر. طيب الخيوط بقى التجميليه؟ بصي، هي الخيوط طلعت في الاونه الاخيره كان عليها كلام كتير، الخيوط ناس اتبسطت منها ناس ما اتبسطتش منها. انا من رايي مش اي حد يعمل خيوط، يعني مش كل حالات بتبقى داخله لي من الباب. في حاله اقول لها لا انت محتاجه جراحه، وفي حاله اقول لها لا انت محتاجه هتجيبي نتائج كويسه بالخيوط على حسب الترهل عندك. بتجيلي مريضه لا الجلده دي بتبقى نازله جامد قوي كده، خط الابتسامه او النزوليبيا الفولز بيبقى نازل قوي، والدقن لا بتبقى مرخيه قوي، دي انا بقول لها لا نروح تخصص جراحه، بيشق شقه صغير او فتحه صغيره ورا الاذن وبيسحب كل الجلد ده ويطلعه لي كله على ورا، وترجعي ما شاء الله تاني للثلاثينات وللعشرينات ووشك ما شاء الله بيبقى كويس. لكن في حالات بيبقى الترهل عندها بسيط، او عايزين نعمل حاجه بالخيوط نرسم لها وجع، يعني مثلا واحده يكون وشها نازل ما عندهاش كونتور للخد، الخيوط بنستخدمها ان احنا نشد النيزوليبيا الفولد ونعمل لها كونتور للخد بحيث ان احنا نرفع لها الخد ونرسم لها الخد لفوق. بعض السيدات بتبقى مش متحدده عندها تكساس، بنحتاج ان احنا نحط لها خيوط عشان نحدد لها تكساس كمان ونرسم لها التحديده بتاعت الفك كويس. بعض البنات بيبقى انفها الارنبه بتاعتهم بتبقى نازله، الارنبه بتاعت الانف بتبقى نازله وخايفه تعمل عمليه وانا قلقانه من العمليه. في خلال 10 دقائق بالخيوط فعلا بنعمل استقامه جسر الانف وبنعمل رفع لارنبه الانف، وده كله بيترسم وبيقف معاكي كويس كانك خارجه فعلا من عمليه وبيتغير في شكلك تمام. يمكن انا مساعديني الاثنين في العياده فعلا من الحاجات اللي عملتها لهم وكانوا طايرين بنتائجها، وكل ما حد بيجي بيعلق على نتائج الانف عليهم يعني كانت خيوط الانف. في حاجه اسمها خيوط المونو او خيوط الذهب، دي بنحطها تحت العين، خيوط صغيره قوي، حتى انا بقعد اقول للمرضى نقف انا وانت قدام المرايه سوا ونركبها لك قدام المرايه. أيوة. يعني الموضوع باخده فاني كده معايا وبوقفها قدام المرايه، ناخد الخيط وابتدي هي تركبه لنفسها قدام المرايه، من كتر ما الموضوع سهل بنعمل لك شبكه خيوط حوالين العين تحفز المنطقه حوالين العين، تفتح التصبغ اللي موجود وكمان تملى معاكي الفراغ اللي حوالين العين وتشد معاكي التجاعيد اللي موجوده حوالين العين. كتير بيشوفوا طريقه الحقن بتاعه الخيوط التجميليه بيخافوا جدا، وخصوصا ان في ابره بنج بتتاخد في الوجه. صحيح، هي فعلا بناخد المخدة. هل بيكون في الم؟ لا بتاخدي هو الالم بس الماده بتاعه المخدة بتحرق شويه. هي دايما انا اقول للمرضى اكتر مرحله فيها الم هي مرحله المخدة، مجرد ما عدينا مرحله المخدر بنبتدي نركب الخيوط. في طبعا مدارس التركيب الخيوط دي مدارس مختلفه، في مدارس بتدخل من تحت لفوق، وفي مدارس بتدخل من فوق لتحت، في مدارس بتدخل بحاجه اسمها خيط طويل اسمه الدبل نيدل اللي هو اوله ابره واخره ابره. فموضوع الخيوط ده يعني مدارسه كتير، وكل دكتور ليه مدرسته، كل شركه ليها مدرستها. اتعلمنا في تركيا مدرسه، وتعلمنا في الامريكان اكاديمي مدرسه، وتعلمنا في الاوروبيان اكاديمي مدرسه. فيعني بنحاول احنا ناخد دايما الجديد والخفيف اللي هو ما يقلمش المريض واللي ما فيهوش كلكع كتير. طيب توريد الشفايف، توريد بنات كلها بتسال على توريد الشفايف، ليه كذا طريقه، عن طريق الفيلر او عن طريق الليزر، عن طريق الليزر او عن طريق الفيلر او عن طريق الفيتامينز الميزوثيرابي. وبعدين بتجيلي البنات تقول لي دكتوره انا بعمل سكراب بسكر وليمون، انا مش فاهمه يعني. هو خلي بالكم يا جماعه ان الليمون ده حمض، يعني حمض الليمون سيتريك اسيد موجود في الليمون، فخلي بالكم ان الليمون بيجفف شويه، فانت لو استخدمتي الليمون وانت اصلا شفايفك جافه او حوالين الشفايف بيبقى جاف، ده هيسيب لك جفاف اكتر. كمان بتعملي سكراب، طب هل مع السكراب ده بتحطي مرطب ولا لا؟ فلازم تستخدمي مرطبات اول باول ومفتحاتك انت اول باول. طب انا يا دكتوره يعني بعمل كل ده بس انا بدخن، طب ما التدخين ده سبب اساسي من اسباب التصبغات الشفايف. موضوع تصبغات الشفايف برضو عليه كلام كتير، بتجيلي المريضه وبحدد ما يعني ما اقدرش اقول دي عايزه ليزر ودي عايزه فيلر ودي عايزه فيتامينز الا لما اشوفها. التصبغ الجامد اعمله ليزر، التصبغ النص نص او حاساها ان هي ورديه بس عايزه تتورد اكتر لا دي بدي فيتامينز، صغيره في الحجم ومتصبغه بدي فيلر عشان يورد ويعبي معايا شويه. اتمنى تبقي فهمتيني لان الموضوع ده يبقى لازم فحص قبل. لازم فحص، مش مجرد انا عايزه اورد الشفايف اروح اعمل ليزر وخلاص، لازم فحص. لازم فحص، الدكتور هو اللي بيقرر هتبداي بايه بالظبط.
الصراحة الوقت عدى وكان نفسي أسألك أسئلة أكتر، هنعوضها في مرة تانية. نورتيني يا دكتور. دكتور عبير عصام شرف، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر بعيادات شمس كلينيك، وحاصلة على أمريكان بورد في الجلدية والتجميل والليزر. نورتيني. على راسي، أهلا بحضرتك أستاذة. أهلا بيكي، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله في برنامج صحتك مع مروة غنيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.